بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك واسدنا خير الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكي اليوم الآخر لقابينهون. اليوم الآخر ورانقن اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. ورانقن اليوم الآخر يصدق يوم البعث، يوم يعني قرقة الدام قارديبا بعث عكرديبا كرنا دمبك ناو كتراخنا دمبك يوم القيامة قدام حسابها كان انتروغن نقر قنيني يعني حساب دي جزاء دهن بردي بغن ووليخ سمستتي نابري نردن بك يعني قرق يستقلاني وري جنة لي من برتنا جنة ونا لنلير نا كان لير نا وجابيسنا لير نا عمر لير نا منازل لمنزلنا خل فرنا لا خيول والعياذ بالله لا خيول فرنوك ما نامن زلي آكانوك معناها جن نا يوم البعث يوم الآخر معناها آخر جن نيدم بواني جيوك جن نا قرقنين تلال نيدم بقرقرير واني قريت آخر الندين لينا أكان نبانس لا هو ني مسكب دائم ديما منبر تخديبو تلفردو جن لا خيخوا لا خير منبر ترو جنة واحدة خير من جنة المنبر ترو. أسأل الله سبحانه وتعالى جنة تونة تحبينة هذي انتديد ناوك واسوسير ناوك مؤمنين دي مؤمنين دي در. يا ربي جنة حرم جينات لا خير دانا قافين جينات جنة سينات إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يني يعني يستنك سينة عمل ومقولين إسنة وسقفر درا قلنا الله سبحانه وتعالى رحيم قلنا الله سبحانه وتعالى كريم قلنا إن شاء الله بداية النا حلقة نيل ناو جار سوان قرن جارسي الشيونين جار ليه وكل سن جار لده جربنين. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب جار كربين لد جنة هبينة ناو كلاكش إن شاء الله. طيب وإيمان باليوم الآخر ورجى رب دخون سيخوة سنعات جرب دخون ورد أمان سنخون ورانا قرن جرب دخون رب سيخوة سنعات. لا ريال الإيمان بالبعث الإيمان نأخوازك ويعني وانترنا وانيت كردن بي خلاص ننسان ندرين تفردن بي كرودن بي دبتيدن بي اتراو اخدن بي رمج اخدن بي بتي الحبر سدن بي لينر وكود قرو ما يشتخدكو وانقروانا يوا وهبيرا ما ننعصه كاق اكون سك نانهر الذي انشأها اول مرة يحيى ما انا اول مرة قد اخلا ما انا اول مرة خلق اخلا ما انا اول مرة سان اخلا نانهر لينر وكود قادر قن الله سبحانه وتعالى وان تصروا الله بما بعثهم بو نين لارقن وانت روانيت كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله سبحانه وتعالى يكون كو نبعث ولنقن إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين عراة غير مستترين غرا غير مختونين مختتنين. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله سبحانه وتعالى يكون كو بعث لي وانتريل الدام قروغن ناو انكرام بو حياة أخرى قلوم قن نفخن بو ننفخ الثانية أقرري نيني الدام ناو قروغن لرب العالمين شان ففنقت لا خراي شاف صرخ ولا ناوك شان ففنقت كاين بنوك كذلك سرن إلا أن ينقرقن دي لا خسرهم بخ نيسرن دي انترخ ولا نيسرن انقد قنيو كاين بوغن كذلك سمت ترسقوغن سمت ترتن بخ إنسان إلا أن نقرقنيني ناوك سرن انقتر شان ففنقتر سمت ترى انقتر انتروغن قدام ناوك وهب أكوني ينها الله سبحانه وتعالى ندري لسنا صغنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حقا إنا كنا فاعلين.
إما أنا وهبنا عسنا ذكى سنك نانغر الله سبحانه قادر جن نين رد ونين رشا ونصر عدنين إيمان بقديو معناها لازم إن نبعث آمنا بشهنهن. والله سبحانه وتعالى يقول ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة لتبعثون. ناوك يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا من حديث لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم. والله سبحانه وتعالى كذلك يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني وانترتنا ما دي باخذني قبش ما خلقنا قونكم ين حسابهم بقى وانترتنا وقن ما أنا خلقنا قونكم ما رزقنا قونكم ما الدنيا من برت دونك دونك تنجرب دنيا وسك دونك لاحوك نجرب دوسنا في خطط قدموك وانتسنوكم قن ما حاسبناكم قن ورهب دين يقولنا نعمتين ونحول قديبكم يكونكم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الله سبحانه وتعالى يقولنك إلى ميعاد. للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم زي الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين يقولنك إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد. نقرآن سنع سخديبك نقرآن سنع سخديبك نمرأك سنع سخديبك يوم القيامة وانيت دتوغن يقولنك لين قال ورم بكون الإيمان بالحساب والجزاء بعث وانيت أم إسلام بالحساب يحاسب العبد على عمله ني شغل لي ني ورات لي ني جاب يسوي لي نكدم أولي حاسب سرقم ويجاز عليه كذلك. فدلل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سبحانه وتعالى أكدوا جزاء وانيت حساب وانيت من عمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي إنسان نجابي سهون إساق قال استروغن ديبو ميل حاسب سروغن يكون ننكوخ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال الله سبحانه وتعالى وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نأشانينا انترادقن. وعن عمر بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيدع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطي كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم حساب دي جزاء دي همك على الأعمال. نيوك أن أهل العلم المسلمين أجمعوا المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتدى الحكمة. فإن الله تعالى أنزل الكتاب وارسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه وأوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونسائهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث أو من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى ذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله سبحانه وتعالى موجود الله سبحانه وتعالى مطلع الله سبحانه وتعالى عليم جنايد بهريد ناتك نملائكة من شقولنا نكتبنا قمدولنا ان عشان الناوك الله سبحانه وتعالى خير دي رزق دينا لقن حاسب رولنا دي بكون ورأسني يخون دي بامين أمري
ناس يخو أكان آمنا بمشان نخون إن اليوم الآخر لاريها بعث واني رشاخ لينها حساب واني رشاخ جزاء واني رشاخ سيخوري الإيمان بالجنة والنار تندي لخذ وانت آمنا بمشان نخون وإنهما المآل الأبدي للخلق فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى جربك منينا وفرضك ديبنا وأمركنا جنة دي لخدي وانينت وآمنت بهم وضروري آكد نان الإيمان باليوم الآخر سيخوصاً عدى من ثقينهن نسيخوصاً عدنين ورنقن لاريا إيمان بعث وانيت وانترا وانيت الله قدت قدام كرم بوس ما اتراو بولا لينغاريها إيمان حساب دي جزاء دي سي خوريها جنة دي لخديث نان جنة نقاب نخون لخيلة ورنقن. وأما النار فهي الدار العذاب التي عد الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسوله فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله سبحانه وتعالى لخهم لخ عذاب مقديبة لا حسبك خلا لا صادق خلا ني رسول كفروا دي ني كتب كفروا دي آمن قو بهم نين لخشخنو ان دين مؤمنين واجب دقيو ان طاعة رب العالمين دقيو جنة الشخنو ورا يكون الله سبحانه وتعالى الله خيوري واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله سبحانه وتعالى سورة الكافر نسيو نأو سافنين إن لخيوغن وهب رام استقاسد سنوك استقاسد سيني سنك كابين نأوين يننتك جربان انتك الله سبحانه وتعالى ان عذاب لتك هذا كلهم يعني ناقشش شيتروها بودهم لخبر برده كلهم أقبر برده كلهم ناوك ناب لعدينا ستايدي عذاب العذاب لكم والعياذ بالله. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا طعنا الله وأطعنا الرسولا. وقت ديس يا ريت ينتع توانيت قلنا يا ريت يا ريت طاعت رحونا آكن أما مؤمنين دفرنا راكن أما الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعنا راكن أما جار قاب جار يوسسنا راكن جار بوكسسنا راكن قرآن قرآن راكن ينا صلاة الله حافظنا راكن ينا جار سوكيتنا راكن ينا إيمان صحيحنا راكن ينا نيس صحيحنا راكن نانكي إن عذابنا واريك إن يوغن إن عذابا قريهم ربرير آكن عذاب ربو خرمبوك عذاب يعني نعيم ربو خرمبوك. لذلك الله سبحانه وتعالى نبهو ربرير عذاب وانيت ربرير نعيم وانيت ما يكون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والله سبحانه وتعالى كذلك يكفر عوني قام دولا آياسي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. إن آيات دي إن أحاديث دي ننو
ورنيتل وجهوغن نيناوك يا أخوان الإيمان باليوم الآخر لفروغن سيخوا كان لقى السمنخون لا إيمان بالبعث إيمان بالجزاء والحساب إيمان بالجنة والنار نان لا حديث تخاتم نور لقن نحديث نين في صحيح الإمام مسلم لهم بك ورأي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذات بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال وما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعلنا من المنعمين في القبر إلى يوم أن نبعث وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا الحساب وأن يجدينا بالحسنات وأن يبدل سيئاتنا حسنات ولا يكون نكون عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتي من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر من حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نان اليوم الآخر تخصص صنعت نيل قابني يخون ديبو سيخوة صنعت قلنا سيخوة صنعت نيل تفاصيل بك ديبا دوينا ديبا شاهون واس نور لم شاهون أخون أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب جار كربرني يا رب جار خير لها دينت يا رب جار إن شاء الله نشقل نقابن صدقة جارية وحسنة سينت إن شاء الله ربنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا كما نقول والسلام عليكم ورحمة الله.